الاقتصاد العالمي في 2016 سلسلة عروض عدتها CNBC عربية لاستعراض الأحداث السياسية والاقتصادية والتي قد تشكل عالمنا في عام 2016. نبدأ هذه السلسلة بالقطعة الأهم في لعبة الشطرنج وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الاقتصاد الأكبر في العالم، كيف سيتصرف خلال عام 2016 بناء على رفع الفائدة المرتقبة. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يقوم برفع بسيط وتدريجي للفائدة حسب الأغلبية حتى الآن. سيكون هناك اعتماد مباشر على بعض البيانات المتعلقة خلال عام 2016 على البطالة والتضخم، وهي البيانات الأهم التي يراقبها الفيدرالي خلال العام المقبل بعد رفع أسعار الفائدة. نذكر بأنه حسب بعض البنوك ومنها ويلز فارغو تحدث بأنه الحد الأقصى الذي يمكن أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة حتى نهاية 2016 هي بنسبة 1.25%. لكن كيف سيكون تأثير هذا الرفع على الأسواق؟ عادة ما يكون هناك ردة فعل عكسية أو سلبية على أسواق الأسهم من رفع أسعار الفائدة، بحكم بأن المستثمرين يقومون عادة بسحب هذه الاستثمارات للاتجاه لوضعها في ودائع مع رفع البنوك لأسعار الفائدة. لكن ليس بالضروري بأن يكون هذا سلبيا هذه المرة للأسهم. حسب دراسة أجريت على 6 دورات لرفع أسعار الفائدة، بدأت الدراسة من عام 1983 ولمدة 6 دورات، احتسبت المتوسط طبعا لردة فعل أسواق الأسهم برفع أسعار الفائدة. فوجدت هذه الدراسة بأنه بعد سنة قبل رفع الفائدة كانت الأسواق ارتفعت بقرابة 14%. في المتوسط بعد سنة من رفع أسعار الفائدة رأينا ارتفاع للأسهم بقرابة 2.6%، وبعد عامين من رفع أسعار الفائدة ارتفعت الأسواق بحدود 14.4%. احتسبت هذه الدورة طبعا من الأعوام من عام 1983 وحتى عام 2004 التي تمت فيها عمليات رفع أسعار الفائدة. لكن هذه المرة عملية رفع أسعار الفائدة على أسواق الأسهم كما ذكرنا قد تكون مختلفة. لماذا؟ لأنه عادة كل السنوات التي مضت كانت عملية رفع أسعار الفائدة يبدأ من مستويات 5% بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. هذه المرة نتحدث عن مستويات صفرية سيقوم بها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار فائدته من مستويات 0%. فأي عملية رفع ستكون تعتبر بسيطة بربع النقطة المئوية أو بالحد الأقصى الذي ذكره ويلز فارغو بحدود 1.25%، وبالتالي لن تكون هذه النسبة مغرية بالنسبة للمستثمرين بشكل كبير لسحب سيولتهم من الأسواق الأسهم وتوجيهها إلى القطاع المصرفي. إذا ما انتقلنا أيضا للحديث عن طبعا التضخم هذه المرة، معدلات التضخم بالولايات المتحدة المفترض أن يكون حسب ما ذكرنا أسعار النفط تضغط بشكل كبير على مستويات التضخم لكل الدول الكبرى أو ذوي الدخل المرتفع كما يصفها البنك الدولي. تراجعات النفط سنرى توقعاتنا ل 2016 لمستويات التضخم بناء عليها. من المرتقب أن يكون بالربع الأول من عام 2016 هناك ارتفاع بمستويات التضخم للاقتصاد الأمريكي بحدود 0.5%. بالربع الثاني مرتقب ب0.7%، وبالربع الثالث ل 2016 سيكون هناك ارتفاع لمستويات التضخم بحدود 0.9%. أما بالنسبة للنمو الاقتصادي الأمريكي فطبعا النمو هو الأكبر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ومتوقع أن يستمر هذا الأداء للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة وخلال عام 2016.
2016. أمريكا متوقع أن تحقق نمو بحدود 2.8%. إذا ما قارناها بالدول الأخرى الكبرى، منطقة اليورو سيكون لديها نمو بقرابة 1.8%، بينما في آسيا واليابان تحديدا بحدود 1.7%. الاقتصاد البريطاني متوقع أن ينمو بحدود 2.6%. ماذا عن الدولار الأمريكي؟ نعلم بأنه أي عملية لرفع أسعار الفائدة عم تعطي دفعة قوية بالنسبة للدولار. منذ طبعا منتصف 2014 كان مؤشر الدولار احتسب هذا الموضوع وعملية رفع أسعار الفائدة الذي ينوي طبعا الاحتياطي الفيدرالي أخذه بقراراته. خلال الفترة الماضية من منتصف 2014 تحديدا من ماي، رأينا الارتفاعات على مؤشر الدولار وصلت إلى حدود 27%، وتحدثنا طبعا من أعلى المستويات التي وصل إليها المؤشر الدولار بقرابة $100.40 لأدنى مستوياته بحدود $78.90. وبالتالي مؤشر الدولار إذن كان أيضا احتسب هذا الارتفاع بالنسبة لأسعار الفائدة.